أحمد رمزي ممثل مصري اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية. ولد لأب مصري وأم اسكتلندية، درس في مدرسة الأورمون ثم مدرسة فيكتوريا ثم التحق بكلية التجارة. أول أفلامه كانت أيامنا الحلوة عام 1955 مع صديقه العزيز عمر الشريف، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك. ومن أهم أفلامه بنات اليوم، ثلاث نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمرحنا، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة. حاول أن يجرب حظه في السينما العالمية لكن التجربة لم تكتمل. اعتزل السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينات وعاد إليها بفيلم قط الصحراء عام 1995، وفي عام 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه الوردة الحمراء. أنا خلاص ما بقيتش عارفة أسعدك إزاي زي ما بتسعدني. يكفيني يا حبيبتي حبك وإخلاصك. أنت هتتأخر كتير في بيروت؟ أنا عامل حسابي نقضي ليلة رأس السنة سوا. ما تشيليش هم يا حبيبتي، أنا خلاص رتبت كل حاجة مع صلاح. رتبت معاه إيه؟ طول ما أنا مسافر صلاح هيكون جنبك ياخد باله منك ورعيك. وما لقيتش غير صلاح ده اللي ياخد باله مني ويرعيني. سبحان الله، هو صلاح الرومي ده مش اللي انت عرضت حياتك للموت عشان تنقذيه؟ لا، ده موقف انساني ممكن اعمله مع اي حد محتاج له، وانا بفضل انزل مصر لحد ما ترجع من السفر. يا جميله ما تعقديش الامور، انا بصراحه مش هطمن عليكي وانا مسافر الا لو صلاح جنبك. الله، وانت بتكرهي كده ليه؟ هو انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل كده؟ لا طبعا، انا هعرف واحد دلياته قليل الذوق زي ده منين يعني؟ بالإضافة إلى مسلسل وجه القمر مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، توفى الفنان الكبير أحمد رمزي في منزله في الساحل الشمالي عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأفلام والمسلسلات.